طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. مساء الخير. قمة نواكشوت العربية لها وعليها، لها أهمية من حيث الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة والمنطقة، وعليها من حيث غياب عدد كبير من الملوك والرؤساء وتمثيل دول عدة بأقل من هذا المستوى. وحده لبنان لديه عذر عدم مشاركة رئيس الجمهورية لأنه غير موجود في ظل الشغور الرئاسي منذ أكثر من سنتين، إلا أن مستوى التمثيل اللبناني كان عاليا بوفد برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، مع سؤال كبير وجهه الوزير السابق فارس بويز عن سبب غياب وزير الخارجية. وينتظر أن يصدر البيان الختامي على مستوى مقبول من حيث التعاطي مع أزمات بعض الدول العربية كسوريا والعراق واليمن. أما الوضع اللبناني فقد كان الرئيس سلام واضحا في التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب مجلس دول التعاون الخليجي، متحدثا بإسهاب عن أزمة النازحين السوريين ومقترحا تخصيص مناطق لهم داخل سوريا وإنشاء صندوق مالي عربي لإغاثتهم. إلى ذلك حضرت الأزمة اللبنانية في كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي دعا اللبنانيين لتغليب المصلحة الوطنية في حلحلة الأزمة السياسية. البداية من كلمة الرئيس تمام سلام. رغم إمكاناتها المتواضعة استقبلت موريتانيا الوفود العربية التي زارت نواكشوت لحضور القمة العربية 27 بحفاوة شديدة، ومن أبرز مظاهر هذه الحفاوة نشر نحو 1000 جمل ينحنون للوفود العربية أثناء مرورها على الطريق باتجاه الخيمة التي أعدتها لاستضافة القمة التي قاربت ملفات المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية وصولا إلى ملف الإرهاب وعلاقات الدول العربية مع إيران. أما بالنسبة إلى لبنان الذي غيب الفراغ الرئاسي فخامة الرئيس عن القمة، حمل رئيس الحكومة تمام سلام إليها طلب الدعم من الدول العربية لتمكينه من الاستمرار في مواجهة التحديات وصموده في وجه أزمة النزوح السوري المستشرية، مؤكدا أن لبنان ليس بلدا نهائيا إلا لأبنائه. الرئيس سلام الذي اقترح تشكيل هيئة عربية للعمل على إيجاد أماكن إقامة للنازحين السوريين داخل الأراضي السورية، أكد أن لبنان لا يقف على الحياد في كل ما يسمى بالأمن القومي العربي. إن لبنان كان ولا يزال يتطلع إلى أسرته العربية التي شكلت على الدوام مظلته الحامية وحاضنته وسنده. إننا نؤكد حرصنا الدائم على المصلحة العربية العليا وتضامننا مع أشقائنا العرب في كل قضاياهم المحقة، ونعتبر أن أي ضيم يصيبهم إنما يصيب لبنان وأهله. نحن لسنا محايدين في كل ما يمس الأمن القومي العربي، الأمن القومي لأشقائنا، وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، ونرفض أي تدخل في شؤون البلدان العربية ومحاولة فرض وقائع سياسية فيها تحت أي عنوان كان. إن لبنان لم يعتد من إخوانه العرب إلا تعامل الشقيق الأكبر المتفهم لواقعه الداعم لتماسكه والحريص على تجربة العيش الواحد بين الطوائف والمذاهب فيه. نحن ننتظر من أسرتنا العربية أن تكون سنداً للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية كي تبقى صامدة في وجه الإرهاب، عصية على العابثين بالخرائط والمجتمعات العربية. وعلى هامش أعمال القمة العربية فقد كان حديث جانبي للرئيس سلام مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، وبحث التطورات كذلك مع نظيره الأردني هاني الملقي. تحديات القمة العربية 27 قمة الأمل كبيرة جداً قياساً إلى ما تعانيه المنطقة العربية من إرهاب وصراعات في العلاقات، ولكن هذا الأمل قد لا يرقى إلى حجم هذه التحديات وحجم تطلعات الشعوب العربية. وإن قاربت مداولاتها ملفات شائكة، إلا أن مفاعيل قراراتها تبقى قاصرة عن ملامسة الحلول على أرض الواقع. من نواكشوت شكري صباغ وسيم عرابي.
تلفزيون لبنان. وكان الرئيس الموريتاني افتتح أعمال القمة العربية. كلمات قمة الأمل ركزت على تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب، والجبير تناول الأزمة اللبنانية داعيا لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الصغيرة. انطلقت القمة العربية في دورتها 27 المنعقدة في موريتانيا، والتي تطرقت لقضية تصدع الدول وتشظي المجتمعات الوطنية باعتبارها أهم المشكلات التي يواجهونها، إضافة إلى أزمات العراق وسوريا واليمن وأزمة فلسطين. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شدد في كلمته على أن النظام السوري هو من يعيق الحل السياسي في سوريا. وحول الأزمة الرئاسية اللبنانية اعتبر أن المطلوب تعاون جميع الأطراف للتوصل إلى الحل والابتعاد عن المصالح الفئوية والحزبية. الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي انتقد التدخل الإيراني في شؤون بلاده، وقال إن المشروع الصفوي يريد تقويض اليمن بهويته العربية، وطلب بتطبيق القرار 2216 الذي ينص على انسحاب الانقلابيين وتسليم السلاح، ودعا لإنشاء قوى عربية مشتركة لحماية الأمن القومي. أما رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج فدعا إلى حل سياسي في سوريا، مؤكدا العمل على تحرير سرت من داعش. أمير الكويت لفت إلى أن الوضع في سوريا يزداد خطورة رغم جهود المجتمع الدولي المتواصلة. ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في القمة شدد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات في المنطقة. كما تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إعلاء دور الجامعة خلال المرحلة المقبلة. أما الرئيس الموريتاني فدعا لتطوير عمل الجامعة في ظل الظروف الراهنة. رئيس الوزراء المصري أكد السعي لرؤية عربية موحدة لمواجهة التحولات في المنطقة. وزير الخارجية العراقي قال بفضل قواتنا المسلحة والحشد الشعبي تمكننا من تحرير الفلوجة وتحقيق انتصارات جديدة. نائب رئيس وزراء البحرين قال لن تنجح جهود مكافحة الإرهاب إلا بالتصدي للتدخلات الإيرانية في بلداننا. وزير الخارجية الفلسطيني محمود عباس شدد على أن إسرائيل مستمرة في ممارسة الاستيطان بشكل ممنهج. أما وزير الخارجية التونسية فدعا لمواجهة التطرف والعنف وتعزيز العمل العربي المشترك والعمل على تعزيز التضامن العربي. يشار إلى أن وبعيدا عن القمة العربية، هجومان دمويان في ألمانيا، إرهابي في أنسباخ وعاطفي في روتينغن. أعلنت السلطات الألمانية أن الهجوم الذي نفذه شاب سوري في مدينة أنسباخ في ولاية بافاريا كان إرهابيا وله خلفية إسلامية. وأوضح وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان أن لقطات فيديو باللغة العربية عثر عليها على الهاتف المحمول للسوري أظهرت أن المهاجم بايع أبو بكر البغدادي. وكالة أعماق التابعة للتنظيم داعش أعلنت مسؤولية التنظيم عن الهجوم خارج المهرجان الموسيقي. ومنفذ الاعتداء الذي كان قدم طلب لجوء قبل سنة إلا أن السلطات رفضته كان ينوي الدخول إلى مهرجان لموسيقى البوب يحضره 2500 شخص، وعندما حاول الدخول منع لأنه لم تكن في حوزته بطاقة دخول، فقام بتفجير نفسه فقتل وجرح 12 شخصا. وأوضح الوزير الألماني أن السوري الذي كان يعيش في أنسباخ حاول مرتين في السابق الانتحار، وكان قد أدخل إلى مستشفى للأمراض العقلية. وفي مدينة روتلغان في جنوب غرب البلاد أعلنت الشرطة الألمانية أن الهجوم بالساطور الذي ارتكبه لاجئ سوري الأحد وأسفر عن قتيل وجريحين هو جريمة عاطفية. وأكدت وسائل الإعلام في المنطقة أن الجاني والمرأة الضحية كانا قريبين الواحد من الآخر ويعملان في المكان نفسه. وفي فلوريدا حصل إطلاق نار في أحد الملاهي الليلية ما أسفر عن قتيلين و17 جريحا. شرطة فلوريدا أعلنت أن الهجوم ليس عملا إرهابيا. وفي لندن أغلقت الشرطة البريطانية محطة مترو جولدرز جرين لساعات وأخلت المنطقة المجاورة لها بعدما تلقت إنذارا بوجود سيارة تحتوي مواد متفجرة قرب المحطة صباح اليوم. وبعد التأكد من عدم وجود قنابل في السيارة أعيد فتح محطة المترو. مزيد من الاعتقالات في تركيا بعد الإعلان. ونواصل نشرتنا من تلفزيون لبنان. السفير التركي في لبنان شرح في مؤتمر صحفي وقائع الانقلاب الفاشل في بلاده، مؤكدا أن جولين يدير شبكة عالمية لضرب تركيا. السفير التركي في لبنان شاغاتاي أرسياس شرح في مؤتمر صحفي وقائع محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، موضحا أن فئة قليلة من الجيش التركي هي التي انضمت إلى محاولة الانقلاب.
ومؤكدا أن الشعب التركي هو من أفشل هذه المحاولة. The people on the streets were only there were claims along the line that the people on the streets الناس في الشارع لم تكن فقط مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو للأحزاب التركية، بل كانت من كل شرائح المجتمع التركي بغض النظر عن آرائهم السياسية، ووسائل الإعلام التركية وكل الأحزاب التركية ومؤسسات المجتمع المدني بغض النظر عن آرائهم السياسية أبرزوا وحدتهم التاريخية بوجه هذا الانقلاب الفاشل. وأكد السفير التركي أن الشعب التركي أعطى درسا للعالم بشجاعته في حماية ديمقراطيته وبلده، محملا جماعة فتح الله جولن مسؤولية تخريب تركيا. نبقى في الشأن التركي، حيث تستمر حملة التطهير، وإردوغان يلتقي زعماء أحزاب المعارضة لشكرهم على رفضهم الانقلاب. تواصلت الملاحقات في تركيا واستهدفت بشكل خاص وسائل الإعلام، فأصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق 42 صحفيا بعد ساعات على توقيف 40 عسكريا في اسطنبول رهن التحقيق، في وقت أقالت الخطوط الجوية التركية 211 موظفا نظرا لصلاتهم بحركة فتح الله جولن. وفي خطوة لافتة التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زعيم حزب الجمهوري المعارض كمال قليتش الذي كان سبق وأقسم بأنه لن يزور القصر الرئاسي، وزعيم حزب العمل الوطني اليمني دولة بهجلي للبحث في تداعيات الانقلاب الفاشل، وفي مبادرة من إردوغان لرص صفوف ولشكرهم على موقفهم الحازمة ضد الانقلاب، ولم توجه دعوة إلى زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد والمتهم بدعم حزب العمال الكردستاني. في هذا الوقت شكك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في طموح أنقرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال أعتقد أن تركيا في حالتها الراهنة ليست في وضع يؤهلها لأن تصبح عضوا في أي وقت قريب وليس حتى على مدى فترة زمنية أطول. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو رد لشبكة خبر ترك التلفزيونية بأن أوروبا لا يمكنها تهديد تركيا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، وأعلن أوغلو أن تركيا ستقيل عددا من السفراء فيما يتعلق محاولة الانقلاب الفاشلة. تزامنا قتل مسلحون أكراد 3 رجال شرطة في هجوم على قافلتهم في إقليم ماردين في جنوب شرق البلاد. اجتماع دولي في جنيف غدا لبحث الأزمة السورية، والأسد يؤكد أن أهداف الهجمة الإرهابية هي ضرب النسيج الاجتماعي المتنوع وقتل وجرح في غارات على حلب وريفها. أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن لقاء ثلاثيا روسيا أمريكيا أمميا في شأن سوريا يعقد الثلاثاء في جنيف، ويتوقع تحقيق تقدم في هذا الاجتماع، في وقت كان قد أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله رئيس أساقفة قبرص كريسوستوموس الثاني أن أحد الأهداف الرئيسية للهجمة على سوريا هو نشر الفكر والممارسات التكفيرية المتطرفة لضرب النسيج الاجتماعي المتنوع والمنسجم، وشدد على أن التجربة القاسية التي يمر بها الشعب السوري زادت من تمسكه بتنوعه ووحدته. من جهته أكد رئيس أساقفة قبرص أهمية العمل على تمتين علاقات بلاده مع سوريا ما يعود بالفائدة على شعبي البلدين، لافتا إلى أنه من مصلحة الدول الأوروبية إعادة النظر في علاقاتها مع سوريا ورفع الحصار الجائر الذي يزيد من معاناة السوريين، ورأى أن ما شاهدناه من صمود وتمسك السوريين بوطنهم يؤكد أنهم ماضون بالثقة نحو الخروج من الأزمة والانتصار على الإرهاب. ميدانيا، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن 19 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح نتيجة ضربات جوية نفذتها طائرات حربية في مدينة حلب وريفها. مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفت من جهته إلى أنه من المرجح أن تكون طائرات روسية قد نفذت هذه الغارات، موضحا أن إحدى الضربات استهدفت سوقا شعبيا في المدينة. في غضون ذلك تستمر المعارك على محاور مدينة منبج بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية الكردية التي تتقدم في حي الكجلي في المدينة الواقعة في الريف الشرقي الشمالي لمحافظة حلب. أعلنت الداخلية السعودية عن مقتل 5 من حرس الحدود خلال تصديهم لمحاولة اختراق للحدود. وفي العراق انفجرت سيارة ملغومة في شمال بعقوبة ما أسفر عن 8 قتلى على الأقل و20 جريحا، وفي تفجير في ديالى قتل 15 شخصا وجرح 30. نفتح صفحة الأخبار المحلية ولكن بعد فاصل قصير. نواصل تقديم هذه النشرة من تلفزيون لبنان. في الشأن اللبناني، الكتائب ترفض قانون 60 ولو جزئيا من خلال القوانين المختلطة التي تشوه التمثيل الصحيح، وتدعو الجامعة العربية لتحمل أعباء الأزمة السورية.
رفض حزب الكتائب في الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجمي عودة قانون الستين ولو جزئيا من خلال القوانين المختلطة التي تشوه التمثيل الصحيح وتكرس منطق المحاد الانتخابية وتقفل الباب أمام التغيير الذي ينشده اللبنانيون للإتيان بطاقات جديدة تنهض بالبلاد. وذكر الجامعة العربية بأن تحمل أعباء الأزمة السورية لا يمكن أن يبقى على عاتق اللبنانيين، وأكد مرة جديدة انتفاء صلاحية مجلس الإنماء والإعمار إجراء أي مناقصات بعد أم الفضائح في الكوستا برافا. يرفض حزب الكتائب عودة قانون الستين ولو جزئيا من خلال القوانين المختلطة التي تشوه التمثيل الصحيح وتكريس منطق المحادل الانتخابية وتقفل الباب أمام التغيير الذي ينشده اللبنانيون للإتيان بطاقات جديدة تنهض بالبلاد، مع العلم أن اقتراحي القانونين المطروحين يصبان في هذا الإطار. ويجدد الحزب طرحه الدائرة الفردية كنظام كفيل بإزالة كل هذه العيوب وضمان عدالة التمثيل. في جديد التوقيفات الأمنية، أوقف الجيش اللبناني شقيقي المسؤول الإرهابي في داعش حمزة الجباوي وهما معا وعبد الجباوي خلال مداهمات يوم أمس في عرسال، وعثر في منزلهما على رمانات يدوية وذخيرة وأسلحة وعلم لتنظيم داعش. سلم محمد شمندر شقيق فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش اللبناني في صيدا عند حاجز التعمير بعدما كان متواريا عن الأنظار منذ أحداث عبرة، وهو الثالث من جماعة الموقوف أحمد الأسير الذين يسلمون أنفسهم في غضون يومين ومن ذات المنطقة. في شأن الحياتي، مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت عزل محول رئيسي في محطة عرمون لمدة أسبوع بدءا من اليوم ولغاية الاثنين المقبل من أجل استبداله بمحول جديد، وبالتالي ستنخفض التغذية بالتيار الكهربائي طيلة فترة العزل في مناطق عين التينة، روشي، الحمرة، رأس بيروت، قريتم وساقية الجنزير. ولم توضح المؤسسة كيف ومتى وأي برنامج تقنين ستعتمد. الرئيس أمين الجميل يحضر حفل افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية ويؤكد لتلفزيون لبنان أن لبنان واحد وليس لبنانات. اليوم الثاني من حفل افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية هذا العام، وفي الذكرى الستين على تأسيسها لم يكن عاديا الحضور الشعبي، فقد توقعات والنقليات المؤمنة من العاصمة تضاعفت وغصت القلعة بالوافدين إليها من سفراء وسياسيين لبنانيين. كما تميز هذا اليوم بحضور الرئيس أمين الجميل الذي حظي باستقبال شعبي على باب القلعة الأثرية، وبحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس البلدية العميد حسين اللئيس ورئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نيلة دفريش. في سنوات وسنوات وسنوات ما زرت بعلبك، كان في حنين لبعلبك، هذا تحقق اليوم، هالنوستالجيا هذه تحققت اليوم، انا رجعت موجود ببعلبك تنأكد هاللبنان كله سوا ب 10452 كيلومتر مربع هو عزيز علينا، كل حب التراب رغم كل ظروف اللي عم نعيشها، عم تعيشها المنطقه، هذا التحدي الكبير. انا قلت له لعبد الحليم هو المقاوم الاول اليوم ضد الياس ضد الاستسلام، ولذلك نحن بجانبه، أصريتكم بجانبه بهالمرحلة. لأول مرة أنا بشوف في فخامة رئيس موجود معنا ببعلبك بمهرجانات ببعلبك، أنا صار لي سنتين محافظ، أول مرة بيكون في فخامة رئيس معنا بافتتاح المهرجانات. فرحة كتير كبيرة اليوم بعلبك عم تعيش عرس حقيقي، فينا نقول إنه عن جد رجع هلأ العزلة بعلبك، وما كان في حدا أحسن من كراكلا لحتى يكون عم يحتفل بالعيد الستين لمهرجانات بعلبك الدولية. شرف كبير لنا ولبعلبك كلها استقبال فخامة الرئيس الجميل. تاريخه ناصع بلبنان وكل الناس بتعرفه. وفي ختام الحفل اعتلى الرئيس الجميل والمحافظ خضر ورئيس البلدية ورئيسة لجنة المهرجانات المسرح وتحدثوا أمام الجمهور. هذه هي المقاومة الحقيقية، مقاومة من أجل لبنان، لبنان الأمل السرمدي، لبنان الحرية والكرامة، لبنان المستقبل والسيادة، لبنان الإحسان. بعلبك وبالرغم من كل ما يحيط بها انتفضت مرة جديدة رافضة الموت والإرهاب ومشرقة كشمسها للحب للفرح للسلام وللإبداع.
صادقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي عفيف حكيم على قرار تخلية سبيل النائب السابق حسن يعقوب الذي كان وقعه قاضي التحقيق زياد مكنا لقاء كفالة مالية قيمتها 30 مليون ليرة. وكان يعقوب قد أوقف في 17 كانون الأول الماضي على خلفية التخطيط لخطف هانيبال القذافي. نشاطات وأخبار محلية في هذا الشريط. عرض رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون التطورات مع السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التقى عددا من نواب بعبدة وعرض معهم لشؤون منطقتهم ووعدهم بإجراء الانتخابات البلدية في القرى التي لم تشهد هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن. كذلك جرى التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. أوضاع المخيمات الفلسطينية عرضها قائد الجيش العماد جون قهوجي مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، كما التقى قهوجي رئيس بلدية بعبدة أنطوان الحلو. بمناسبة عيد الجيش أقامت قيادة الجيش حفلا تكريميا لذوي الحاجات الخاصة من العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد في نادي الرتباء المركزي الفياضية. حضره العميد الركن خليل خليل ممثلا قائد الجيش الذي رأى أن الانتماء للجيش يتطلب الكثير من البذل والتضحية وصولا إلى الشهادة. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف زريان عرض الأوضاع العامة مع رئيس حزب الإنماء الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي أمل أن يصل المجتمعون على طاولة الحوار إلى حل جذري واتخاذ موقف من قانون الانتخاب، وفي دار الفتوى أيضا وفد من نداء جنيف السويسري. لمناسبة الذكرى 14 لغيابه وبدعوة من التنظيم الشعبي الناصري تمت قراءة الفاتحة على ضريح الراحل مصطفى سعد ووضع إكليل من الزهر. وفي المناسبة تحدث الأمين العام للتنظيم أسامة سعد عن الفساد المستشري في الدولة ومنتقدا القمة العربية الخاضعة للإرادة الأمريكية كما قال. نظم المكتب الإعلامي لحركة أمل في صور وقفة تضامنية مع شهداء الإعلام وجرحاه لمناسبة ذكرى تموز. تحدث فيه كل من المسؤول الإعلامي لحركة أمل دكتور طلال حتوم والمسؤول الإعلامي لحزب الله في المنطقة الأولى الشيخ حيدر دخماق، وشددت الكلمات على الثوابت الوطنية والعيش المشترك، وأمل حتوم بأن تكون جلسات الحوار مثمرة. احتجاجا على عدم تسوية ملفهم وعدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة اعتصم العمال المياومون وجباة الإقراء عبر التوقف عن العمل باستثناء تصليح الأعطال الخطرة وذلك في بيروت وصيدا وعدد من المناطق. نفذ رئيس وأعضاء بلدية الفاكهة الجديدة اعتصاما أمام مبنى البلدية وذلك اعتراضا على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإبطال العملية الانتخابية والنتائج التي أسفرت عنها فقطعوا الطريق لمدة 10 دقائق وأعادوا فتحها. وإلى الفقرة الاقتصادية مع ندى الحوت. 71 مليار قيمة الدين العام حتى العام 2016، ويحكى عن تمرير الموازنة عن طريق مجلس الوزراء. ما هي أهمية إقرار هذه الموازنة؟ أستاذ جاك حكيم، حضرتك رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت، يعني اليوم قراءة سريعة وما الحل برأيك؟ في إلحاح دولي على الدولة اللبنانية أنه يجب أنه يكون في موازنة بعد 10 أو 11 سنة من الطريقة السياسية الاقتصادية الاثني عشرية اللي صارت عبء على الدولة اللبنانية بالطريقة اللي عم تتعاطى فيها. نعم، نحن عم نصف على قاعدة الاثني عشرية منذ 2005، يعني اليوم هيدا الموضوع الصرف على قاعدة الاثني عشرية قديش بيأثر على المالية العامة والاقتصاد اللبناني، وأهم شيء صورة لبنان في الخارج اقتصاديا، يعني بلد ما في موازنة منذ سنين. بالمبدأ العام إذا ما بيكون عندنا موازنة بال2017 نحن فايتين على الكلاس سي، يعني هيدا من أخطر تصنيف لبنان. تصنيف لبنان كلاس سي، هيدا يعني زيادة الفوائد علينا، يعني زيادة العبء على المواطنين اللبنانيين. بيكفي أنه عندنا عجز اليوم بحدود 4 مليار دولار سنويا، هيدي شغلة كتير خطرة. يجب أنه يكون في موازنة، هيدا ببين لدول العالم وللي داعمين للبنان أنه نحن جديين بحل أزمتنا. شو لازم تتضمن الموازنة برأيك؟ يعني أكيد تتضمن أنه كيف، لأنه هني كان الموازنة تفوت على مجلس نواب وصير في خلافات على المصروف تبعها. لأنه كل وزارة أو كل قطاع بحط مصروفه من أول السنة بتبلش تتقسم الموضوع. اليوم الموازنة ضروري أنه تكون شفافة واضحة وتنظر لفوائدنا وللعبء الدين، العبء اللي نحن عم ندفعه كفوائد على الدين العام، هيدا من الضروري. وعدم تحميل المواطن بقى أعباء ضريبية جديدة، هي أكيد، لأن نحن
ما بقى عنا إلا اتكال على الدعم اللي بيجني، إن كان دعم هبات أو أمور ميسرة بفوائد مخففة. لأنه إذا بدنا نفلسف الأمور ونحكي بأرقام ونخبر الناس، ناس هيدا كتير ما بقى يهمها. نحن صار بهم الناس إنه بده حل من دون عبء على المواطن، لأنه المواطن كتير وضعه صعب ومتعب، ويجب أن يكون في حل دولي لمساعدة لبنان ونحن نساعد حالنا. اليوم برأيك شو هو الأهم، انتخاب رئيس أو وضع خطة اقتصادية طارئة تنفيذة سريعا؟ يعني برأيك أكيد انتخاب رئيس أكيد، بس ما بقى فينا ننطر أنه نحن ما هو التوب برايوريتي، انتخاب رئيس أو خطة اقتصادية؟ انتخاب رئيس. ليه؟ مع أن الوضع الاقتصادي جدا سيء. من الأرجح أنه في خطة للبنان أنه يجي رئيس على نظام جديد، كيف ما بدون شو ما بدون يجب أن يقعدوا، وإن شاء الله يكون المؤتمر اللي بينعقد بعين التيني برئيسة الرئيس بري باثنين وثلاثة وأربعة إيب لقي حل لانتخاب رئيس، ومن ثم إعادة بناء الدولة على أسس اقتصادية وطنية أمنية أفضل بكتير من الوضع اللي نحن فيه. أستاذ جاك حكيم، شكرا لحضورك. إلى هنا تنتهي نشرتنا ياسر، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء في نشرة 11:30.